كم وهي انا جات لكم بفيديو جديد. وانا مره قاعده بفكر انه انتم مش كتير تعرفوني، انه بتعبوني بس ما بتعرفوني. اليوم جمعت لكم 12 معلومه ما بتعرفوها عني. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك. انا كنت ناوي اعمل 50 معلومه عني، بس لما قعدت اكتب معلومات عني اكتشفت اني انا ما بعرف حالي، فحاولت قدر الامكان اطلع معلومات ممكن تفيدكم. ما بعرف ايش رح تفيدكم، بس يعني قبل ما نبدا بالفيديو، اذا انتم جاي على القناه اول مره بتشوفوني لا تنسوا تكبسوا على زر السبسكرايب اللي رح يكون تحت هذا الفيديو هون لون احمر، تكبسوا عليه. واذا انتم اوريدي مشتركين فعلوا الاشعارات، تابعوني على الانستغرام والسناب شات. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. انا انسانه بعشق النوم عشق لدرجة لو صح لي اكون زي الدب القطبي اضلي نايمة سبعة اشهر هيك بس سبات عميق ما بقصر. تعرفوا انه انا لما كنت صغيرة كان شعري لونه برتقالي، كنت كتير بيبي يعني اول تقريبا سنة من حياتي، صار شعري يغمق مع الوقت لصار اشقر، الشمس كتير ساطعة بيجي عليه خصل ذهبي، بعد ما اتحمم ببين لون شعري بني، هلا ببين اسود على بني، فانا شعري مبدئيا مش عارفة شو لونه. انا بكره اشي اسمه مأكولات بحرية، مستحيل من السردين لحتى سمققه. انا بخاف من النمل اكثر من الصراصير، يعني لما اشوف نمله بهج من البيت، ولما اشوف صرصور بدعس عليه وبمشي. عمركم شفتوا بني ادم عكس الدنيا كلها؟ زي تدليعي بالبيت ابناسي او ابناس، بنتوسي او بنتوس، مع انه ولا واحد له علاقه بساره، بس بعشق التشيتوز الحار بشكل لا يوصف لا يوصف. انا مستعده اني افطر واتغدى واتعشى واكل وجبات السريعه اللي بين الوقت، بس تشيتوس حار عادي مستحيل، يعني معجزه من معجزات الحياه يكون شحني 100%. حتى لما اروح اشحنه بشيله عن الشاحن قبل ال 100، دائما تليفوني يا اما 20 يا اما 30، ان طارت 70 بعدين خلاص وقف. انا ما بقدر انام بجرابات، بحس في شيء غلط بالحياه هيك انه روحي بشحن الجرابات برتاح. اكثر ماده بكرهها هي الاجتماعيات وخصوصا التاريخ، لانه بالله عليكم لا انا لما اكون ماشي مع اهلي بالسياره فجاه ستوب، بصوا اهلي ايش في هذا الشارع، تم بناؤه في 1997 وتم تزويده 4 مرات وحكمه البيزنطيون في 17 من حزيران، وذهب محمد عليه وكسر رجله وثم وضع عليها حجر. لا انا ما راح اعمل زي هيك، انا راح اكمل طريق طبيعي زي اي بني ادم. فليش ادرس تاريخ؟ ثقافة يا اخي بديش هالثقافة ما بنديها. اكثر شغلتين بضيعوا عندي بالحياة هم الوقت والشحن. يعني انا وقتي بحسه طاير بالهواء، مستحيل اقدر امسكه طاير مستحيل اقدر اضبط وقتي وخلاص انه ساره بدك تعمل كذا كذا، لا مستحيل. انا لما ازعل بحب انام، ما بعرف ليش بس بحس النوم بريحني. انا لما تزعل او تعصب او تتضايق اعصابك بتشد، الزعل بحرك كثير اعصاب بالجسم، فاريح حل لهي المشكله هي انه الواحد ينام، بتريح كل اعصابه بترخي كل اجهزته بتهدي وبتصحي زي كأنك بني آدم تاني، لأنه دائما بالعصبية أو لما الواحد يكون متضايق ما بيكون شخصيته هو، بالعكس الغضب والضغط بيكون هو اللي بيتحكم فيه. وآخر معلومة هي أنا كتير بحب الأشياء الحامضة، يعني سواء من الحمضيات الطبيعية أو من مثلا جيلو حامض أو أي شيء حامض، أي شيء حامض زاكي. ومعلومة إضافية إني يعني أنا بحبكم قد العالم كلياته، وبشوفكم بالفيديو الجاي، باي.